الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على مرض انسداد الشريان الرئوي pulmonary embolism. انسداد الشريان الرئوي pulmonary embolism هو أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب الشرايين الرئوية. في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 1 من كل 1000 شخص يصاب بالمرض في كل عام. ينتج الانسداد عن انفصال جزء من تخثر دموي في أوردة الأرجل deep vein thrombosis، يصل إلى الشريان الرئوي ويقوم بغلقه محدثا اضطرابا قاتلا في الدورة الدموية. أسباب انسداد الشريان الرئوي etiology تشمل التالي: ركود الدم في الأوردة venous stasis نتيجة للأسباب التالية: أولا قلة الحركة مثلا بعد العمليات الجراحية وخاصة في منطقة الحوض، ثانيا بعد عمليات استبداد المفاصل، ثالثا الرحلات الطويلة، رابعا الكسور في الأطراف السفلية fractures. أمراض الدم التي يرافقها فرط التخثر hypercoagulable state مثل سرطان الدم leukemia وفقر الدم المنجلي sickle cell disease. تناول أدوية تسبب فرط التخثر مثل حبوب منع الحمل oral contraceptives والهرمونات التعويضية hormone replacement therapy. آليات حدوث انسداد الشريان الرئوي pathophysiology. انسداد الشريان الرئوي ينتج عن انفصال جزء من تخثر دموي في أوردة الأرجل deep vein thrombosis. هذا الجزء يسافر في الدم حتى يصل إلى الجزء الأيمن من القلب، ومنها يسافر إلى الشريان الرئة pulmonary artery محدثا انسدادا خطيرا فيه. انسداد الشريان الرئوي هو حالة طبية طارئة جدا وقد يفضي إلى الوفاة إذا لم يشخص ويعالج بسرعة. أعراض انسداد الشريان الرئوي symptoms. أعراض المرض غير محددة non-specific ونادرا ما تساعد على التشخيص. بعض المرضى يعانون من أعراض مفاجئة، عند مرضى آخرين تكون الأعراض تدريجية وتستمر لأسابيع قبل الوفاة. أعراض انسداد الشريان الرئوي تشمل التالي: ألم في الصدر يزيد مع الشهيق pleuritic chest pain، ضيق في النفس dyspnea يؤدي إلى نقص أكسجين hypoxemia. إذا رافق الأعراض الصدرية إشارات على وجود تخثر في أوردة الأرجل DVT مثل تورم وتلون في الأرجل، هذا يسهل تشخيص المرض. إشارات انسداد الشريان الرئوي signs تشمل التالي: السخونة أو الحمى، تسارع النفس تكيبنيا، تورم الأقدام lower limb edema، الإزرقاق cyanosis، إشارات صدمة شوك مثل انخفاض ضغط الدم وتحصل إذا كان الانسداد شديدا. إشارات أخرى لانسداد الشريان الرئوي تشمل التالي: سماع أصوات إضافية في الرئتين رالز، زيادة الصوت الثاني للقلب accentuated S2، اضطراب نبض القلب أريثميا، سماع أصوات قلب إضافية S3 and S4 gallop، سماع أصوات قلب غير طبيعية murmurs. تشخيص انسداد الشريان الرئوي diagnosis. بما أن أعراض وإشارات المرض غير محددة، ينبغي على الطبيب الشك بالإصابة بالمرض في أي مريض يعاني من أعراض صدرية وخاصة إذا كانت مفاجئة، وفي مرضى لديهم عوامل خطورة مثل عقب استبدال المفاصل وفي الحوامل وغيرهم. قياس دي دايمر هو أفضل فحص مبدئي، ولكنه غير محدد non-specific، أي من الممكن
أن يكون مرتفعا في مرضى لا يعانون من المرض. دي دايمر هو أحد نواتج تحطم فايبرين، وارتفاعه يدل على وجود تخثر في مكان ما بالجسم. فحص غازات الدم الشريانية arterial blood gases يظهر نقص في الأكسجين hypoxemia وانخفاض في ثاني أكسيد الكربون hypocapnia، حيث يسبب تسارع النفس، التخلص من CO2 مما يسبب اضطراب في حموضة الدم respiratory alkalosis. ولكن جميع هذه التغيرات غير محددة non-specific. فحص الموجات فوق الصوتية لأوردة الأرجل duplex ultrasonography يهدف للكشف عن وجود تخثر في أوردة الأرجل deep vein thrombosis. تصوير أوردة الأرجل venography هو المعيار الأساسي للكشف عن وجود انسداد في أوردة الأرجل DVT. تصوير الأوعية الرئوية pulmonary angiography هو المعيار التاريخي لتشخيص انسداد الشريان الرئوي. أما تصوير الأوعية الرئوية المقطعي pulmonary CT angiography فتعتبره الكلية الأمريكية للأشعة المعيار الذهبي للكشف عن انسداد الشريان الرئوي. فحص Ventilation Perfusion Scan VQ Scanning هو فحص بديل للتشخيص إذا كان المريض لديه مانع من استخدام الأشعة الملونة أو إذا كانت الأشعة المقطعية غير متوفرة. في هذه الحالات يستخدم كبديل عن Pulmonary CT Angiography. تصوير الصدر Chest X-ray التصوير الشعاعي للصدر غير طبيعي في معظم حالات الانسداد الرئوي، ولكن النتائج غير محددة مثل وجود أتلكتاسز وبلورال إفيوجن. تخطيط القلب ECG تغيرات تخطيط القلب تشمل عدم انتظام دقات القلب وتغيرات في ST و T wave الرنين المغناطيسي MRI تصوير الرنين المغناطيسي العادي قد يكشف عن وجود تخثر في الشريان الرئوي. صدى القلب إيكوكارديوغرافي تصوير صدى القلب العادي فحص غير محدد. الأفضل هو تصوير صدى القلب عبر المريء ترانسإسوفاجيال إيكو. توضح هذه الشريحة أدوية علاج انسداد الشريان الرئوي حسب موقع ميدسكيب مميع الدم هيبارين المجزأ أو غير المجزأ هيبارين أور لو مولوكولار ويت هيبارينز هي الأدوية المثلى للعلاج والوقاية من المرض. الخيار الأفضل هو استخدام هيبارين قليل الوزن الجزيئي. تحقن هذه الأدوية مباشرة لتمييع الدم ولمنع حدوث تخثر آخر على المدى القصير. مميع الدم وورفارين يحقن أيضا مباشرة ويمنع حدوث تخثر آخر على المدى الطويل، حيث يستعمل لمدة 3 أشهر على الأقل. مذيب التخثر التبليز أو ريتبليز ثرومبوليتك ايجنتس لا توصف إلا في حالات محددة فقط، تشمل انخفاض ضغط الدم عند المريض وإذا كان على درجة خطورة قليلة للإصابة بالنزيف. المرضى الذين يعانون من انسداد أوردة الأرجل DVT يجب عليهم استعمال جوارب ضغط متدرجة Graduated Compression Stockings. إزالة التخثر بالجراحة أو بالقسطرة Surgical or Catheter Embolectomy يتم اللجوء إليها في المرضى المصابين بانسداد كبير جدا Massive Pulmonary Embolism أو إذا كان عندهم موانع من استخدام الأدوية المذيبة للتخثر أو لم يستجيبوا لها. زرع فلتر في الوريد الأجوف Vena Cava Filter يتم اللجوء إلى وضع هذا الفلتر في المرضى الذين لديهم موانع من استخدام الأدوية المميعة للدم Anticoagulants أو الذين يعانون من انسداد كبير جدا Massive PE.